نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه زامباور يسافر خارج المغرب. وقرر الالماني جوزيف زامباور مدرب فريق الرجاء الرياضي السفر خارج المغرب لاستغلال عطله الفريق اللي غتمتد ل 10 ايام. وسبق زامباور بعثه الرجاء المغرب الثلاثاء الماضي وتم برمجه سفره صوب المانيا لقضاء عطلته مع عائلته. ونسق مدرب نصر الخضر مع لاعبيه حول برنامج العطله وموعد العوده للتدريب. وغيستافدوا لاعبي الفريق الاخضر من العطله بعد نهايه الموسم غتمتد ل 10 ايام قبل استئناف منافسات البطوله الوطنيه يوم 25 غشت الحالي. يشال ان بعثه الرجاء المشكله من جول لاعبين رجعوا الخميس الماضي من السعوديه بعد قضاء مناسك العمره. ديربي البيضاء في الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري الاحترافي. وسفرات قرعة الدوري الاحترافي على إجراء مباراة ديربي بين الرجاء والغريم التقليدي في الجولة 14 قبل الأخيرة من منافسات البطولة. والأول مرة منذ سنوات عديدة غتجرى مباراة ديربي في الجولة ما قبل الأخيرة، إذ من المنتظر باش تكون هذه المباراة حاسمة في مشوار الفريقين خلال الموسم المقبل. وفيما يلي برنامج الرجاء في البطولة الوطنية الموسم المقبل، غيقص الرجاء شارط منافساته في الدوري الاحترافي في الجولة الأولى بمواجهة يوسفية برشيد خارج ميدانه. في الجولة الثانية فريق الرجاء غيصطاد في الجيش الملكي بمركب محمد الخامس. في الجولة الثالثة غيسافر الرجاء الفاس لمواجهة المغرب الفاسي. في الجولة الرابعة غيستقبل الرجاء فريق اتحاد توارقة. في الجولة الخامسة غيسافر الرجاء الأكادير لمواجهة الحسنية. في الجولة السادسة غيستقبل فريق الرجاء المغرب التطواني. في الجولة السابعة غيسافر فريق الرجاء لمواجهة أولمبيك أستي. في الجولة الثامنة غيستقبل فريق الرجاء الرياضي فتح الرباطي. في الجولة التاسعة غيحل فريق الرجاء ضيف على فريق شباب السوالم. في الجولة العاشرة غيستقبل فريق الرجاء شباب محمدية. في الجولة الحادية عشرة غيستقبل الرجاء الرياضي نهضة الزمامرة. في الجولة 12 غيسافر فريق الرجاء لمواجهة نهضة البركانية. في الجولة 13 غيستقبل الرجاء اتحاد طنجة. في الجولة 14 الديربي البيضاوي. في الجولة 15 غيستقبل الرجاء مولودية وجدة. رسميا عمرو وردة يوقع عقدا انضمامي للرجاء لموسم قابل للتجديد. ووقع الدولي المصري عمرو وردة رسميا على عقد انضمامه للفريق الاخضر في صفقة انتقال حر قادما من فريق ابولون ليماسول القبرصي. وحل الدولي المصري امس الجمعة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء قادما من الامارات العربية المتحدة لاتمام انتقاله للرجاء رسميا بعد الاتفاق اللي توصل ليه اللاعب مع ادارة النسور. واخيرا وقع وردة على عقد رسمي يربطه بالرجاء لموسم قابل للتجديد بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح عشية الامس. جدير بالذكر لأن وردة كيتعتبر خامس عقودة الرجاء بعد كل من أدم النفاتي هاشم دومينغو يوسف بن العمري وعبد الله خفيفي. جماهير الرجاء تتشبث بضم مهدي مبارك. وأقبل جماهير فريق الرجاء الرياضي على رغبته في ضم مهدي مبارك اللاعب السابق صوب فتح الرباطي. وتشبثت جماهير النسور بمقترح انتداب مبارك بعد ما فشل الأخير فرض أسلوبه داخل العين الإماراتي. وكتسعى إدارة الرجاء لتطعيم الفريق بلاعبين قادرين على منح الإضافة للمجموعة الرجاوية وعودة النادي لمكانته الطبيعية وتحقيق الألقاب. ومازال بودريقة كيواصل مفاوضاته مع لاعبين من أجل حمل قميص النسور في ظل ضغط الجماهير بفرض أسماء كتشوف أنها قادرة على تقديم الإضافة. ملياري سنتيم مقابل بيع عقده. الرجاء يحدد سعر بيع عقد نجمه روجي أولو. وحدد فريق الرجاء الرياضي سعر بيع عقد لاعب روجي أولو في مبلغ 2 مليار سنتيم، بحيث كترغب أندية سعودية في انتداب اللاعب الرجاوي في مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية. والكون واحد من نجوم الفريق الحاليين ففريق الرجاء حدد سعره في المبلغ المذكور مقابل التخلي على خدماته في ميركاتو الصيفي. وماشي أولو الوحيد المطلوب من قبل فرق سعودية، بل الأمر كيهم كل من يسري بوزوق وزكريا الوردي وجمال حركاس. عرض اوروبي رسمي لمذكور قد يبعده عن نهضة بركان. وتلقى عبد الإله مذكور الضايل الايمن السابق لفريق الرجاء الرياضي عرض رسمي من فريق الدوري النمساوي كيرغب في التعاقد معه في ميركاتو الصيفي الجاري. ووقف اللاعب الرجاوي مفاوضاته مع فريق بلجيكي كان كيرغب في التعاقد معه بعد تلقي اتصال مسؤولي نهضة بركان، غير انهم ما قدموش ليه اي عرض رسمي. وانتظر مذكور حسب مصادر مقربه منه توصل بعرض رسمي من فريق النهضة البركانيه، الا انه ما تلقى حتى اتصال جديد من مسؤولي الفريق البرتغالي. وقرر اللاعب الرجاوي الدخول في مفاوضات مع الفريق النمساوي تفاديا لضياع العرض، خاصة أنه أوقف مفاوضاته سابقا مع فريق بلجيكي بحكم أن العرض المالي كان هزيل. وأكد
اكدت عده منابر ان النهضه البركانيه مازال ما قدم حتى عرض رسمي بخصوص مده العقد ومنح التوقيع لعب الاله مذكور، الامر اللي دفعه لقبول التفاوض مع الفريق النمساوي في انتظار الحسم في مستقباله. وكان مذكور فسخ عقده مع الرجاء وتنازل على جزء كبير من مستحقاته رغبته في خوض تجربه جديده سواء بالدوري الاحترافي او خارج المغرب. محمد بودريقة يفاجئ حمزة خابة بقرار جديد. وفي تفاصيل الخبر توصل حمزة خابة اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي والمرتبط حاليا بعقد رفقة العربي الكويتي برسالة رسمية من إدارة الفريق الأخضر بخصوص مطالبه بتسوية مستحقاته المالية العالقة بذمة هذا الأخير اللي كتخص الموسم الكروي المنقضي. وأكدت جريدة الأخبار أن حمزة خابة توصل برد صادم من إدارة الرجاء كتأكد من خلاله أنها ما كدينش بأي مبلغ عالق، وأن حمزة خابة توصل بكل مستحقاته بما فيها منحة المردودية ومنح بعض المباريات اللي كتخص الموسم المنقضي. وشدد نفس المصدر على أن عقد الإعارة اللي كان كيربط به الرجاء وحمزة خابة كينص على أنه في حالة العبادة الأخير ما مجموع 70% من مباريات الموسم الماضي فما كيحقش ليه حيازة منحة مالية محددة قيمتها وفق اتفاق سابق جمع بين اللاعب المذكور والرئيس السابق للنادي عزيز بدراوي. وكان الرجاء تعاقد خلال الموسم الكروي المنقضي مع حمزة خابة فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة قادما من العربي الكويتي مقابل مبلغ مالي تحدد في 120 مليون سنتيم بعد ما قرر اللاعب خابة تراجع على الانضمام لهذا الأخير بدعوى عدم موافقة عائلته الصغيرة على السفر للكويت وإصرارها على البقاء في المغرب وتوقيع اللاعب عقد نهائي مع فريق الرجاء، الأمر اللي ما تمش بعد ما تشبت العربي الكويتي بخدماته. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل الشير، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.